فوالا احنا محتفلين على الفروج، الفروج اليوم الرفيسه كامل المغرب داير الرفيسه بالفروج. كلشي الفروج اليوم عندنا، كلو الفروج اليوم. والحمد لله تدوز اجواء زوينه، كاينه واحد زوينه بزاف تبارك الله مع المنتخب، راكم عارفين ما فرحوناش حادي ما شفنا هاد النتيجه هادي باش وصلنا للدومي فينال الحمد لله. وان شاء الله المباراه ديال اليوم غنوصلوا بها الفينال ان شاء الله. تيجيو الناس كاين واحد الاقبال كبير من عند الناس هنايا، والناس فرحانين مع المنتخب وداكشي تيدوز زوين الحمد لله. وصافي منين بدات المنتخب وانا كنجي نتفرج في هاد القهوه هادي، الصراحه الاجواء تيدوزوا فيها جد رائعه، بالخصوص ملي تيتمارك شي بيت ما كتحسش براسك تولي تعنق اللي حداك واللي موراك، تولوا كلكم خوت. والحمد لله تنبغيو نشكروا المنتخب المغربي على هاد الفرحه هادي اللي من شحال ما فرحنا بحال هكا، وتنتمناو لهم الفوز في هاد المباراه ديال اليوم، وكنتمنى يربحوا لنا فرنسا ويضربوا داك مبابي وان شاء الله كاس العالم ديالنا وعلاش لا. وتنشكروا كاع الاخوه اللي كاينين هنايا تحياتي ليكم. ملي بدات المقابله ديال المغرب وحنا كنتفرجوا في هذه القهوه، الصراحه اش غنقول لك، القهوه صراحه جد مريحه، ملي كندخلوا لها بحال شي عائله كيتعاملوا كل شيء مزيان، وكنتفرجوا في المقابله جد رائعه، واكثر هي ملي كيتماركا شي بيت كنولي كلنا خوت، يا الفوق يا التحت يا السربايه اللي كيكونوا لداخل كل شيء كيولي عائله، وملي كتسالي مقابله كنوليو كاملين كننشطوا وكنضحكوا كاملين بحال شي عرس، كيولي بحال شي عرس. والصراحه هذه الفرحه شحال هذه ما فرحناها، المنتخب قدم واحد المباراة رائعة بزاف، كنفتخروا باللي حنا مغاربة، وكنتمنى الفوز لهذ المقابلة ونفرحوا عاوتاني، وخا يكون الليل بزاف ولكن غنفرحوا ما غندخلوش لديورنا هذ الليل، نفرحوا إن شاء الله، ونتمنى التوفيق للجميع وشكرا. تحية للسي الركراكي، كنشكروه بزاف بزاف بزاف، وكنشكروا كل لعابة حتى هما، كما قلت لك قبيلة باللي أننا حنا فرحانين سواء تزنا ولا ما تزناش، حنا اليوم فرحانين. تزنا لا غنزيدو نفرحو، ما تزناش حنا راه فرحانين. وتحية للكراكي، تحية للجامعة كاملة، الأجواء هنا لا مزيانة كتدوز. شكرا شكرا شكرا، كنشكركم بزاف وكنشكركم حتى هاد الصحافة. فوالا حنا محتفلين على الفروج، الفروج اليوم الرفيسة كامل المغرب داير الرفيسة بالفروج. كلشي الفروج اليوم عندنا، كلو الفروج اليوم. الاجواء كدوز في القهوه زعما واحد الاجواء اللي هي حماسيه، خصوصا قبل بدايه الماتش بواحد الساعه ولا ساعه ونص كيبداو الجمهور كيتفوفد على القهوه، كتكون عامره تبارك الله، كيكونوا الهتافات ديال المنتخب، كلشي كيشجع كلشي فرحان. ووصل الماتش حتى هي نفس الشيء، سيرتو ملي كتكون شي هجمه ولا شي حاجه كتلقى كل غادي في المغاربه كل واحد كيعطي الراي ديالو في شنو طاري في وسط الماتش. والرساله ديالي للمنتخب كنقول لهم كما خليتونا نحلموا هذا دور المجموعات وهذا الدور ديال السدوس الربع، نحلموا ان شاء الله معكم في النصف والفينال، ودايرين معكم النيه كما قال الوليد، وان شاء الله الا كملتوا بحال هكا راه عندكم كاع الامكانيات باش انكم تاخذوا هذا الماتش هذا وتمشيوا للفينال، حيت صافي الحلم دابا ولا شويه شويه يولي واقع، مع ان ماش نخافوا تمشي فرقه ان شاء الله. خوتي بالنسبه للاجواء اللي تدوز هنا في القهوه هي واحد الاجواء شويه واعره، ولكن ماشي شويه واعره بزاف، فهمتي، في هذه القهوه ديال باشا اللي جات تعتبر احسن قهوه فهمتي في السونتر فيلو هذا، تدوز واحد الاجواء خياليه، تتشعل الفلام باش يسالي الماتش، وما كرهناش هذا الماتش هذا الصراحه، حتى حنا نربحوا فيه ديال كونتر فرنسا، عندنا لعبه وما دوك عرفتي كي غادي يدوز الاحتفال اخوتي حدا باشا، خاصكم تجيو اليوم مع 11 اجوا حدا باشا رجول الفلام كيقول هذا الربح هو ماما مي الركراكي بالرجوله عيقتي علينا ما نكذبش عليك بزاف اخي، واش هي كتربح اخي الركراكي، واش انت مريض ولا مالك اصاحبي، صافي خسرت الماتش هذا بالرجوله ولا عرفتي شنو ربحوا، حيت انا ربحت شي شنايموط اخي الركراكي راه سير الله يخليك مامتك خير الركراكي بالرجوله، حمقنا في كل ماتش ديروا النية الركراكي لافو كان جاي مطنطر ناضي هوتكا. هنا كتشوفوا اجواء حماسيه في المقهى، وكلشي كيتمنى المنتخب المغربي الفوز، وكلشي كيشجع المنتخب صغير وكبير من جميع البلدان العربيه والغير العربيه الحمد لله. وكنوجه رساله للركراكي، هذا المجهود اللي دار ما دارو حتى شي مدرب باش تجي انك تدرب منتخب على الاقل من شهرين من المونديال وتوصل لهاد النتيجه اللي ما وصلوش ليها لمده 38 عام، ما تاهل حتى منتخب عربي او افريقي لثم النهائي او النصف النهائي، وهذا انجاز كبير بحد ذاته. كيف قلنا ما يقدرش يجيبها شي واحد شي مدرب اجنبي من غير ولد البلاد، وصلنا تبارك الله النصف النهائي وكنتمنى لهم الفوز
ولما لا النهائي ان شاء الله ونجيبوا هذا الكاس لان نستحقوه ولعبنا بجداره واستحقاق. وشكرا. نوجه واحد الرساله للواد الركراكي، شي واخا نتقصاو كتبقى انت احسن مدرب في العالم. تبارك الله عليك، من وصلتينا للدومين فينال لاول مره فرقه افريقيه وعربيه توصل للدومين فينال. ودابا انا الرساله ديالي اللي نعاود نقول لك هي انك سير الله يسهل عليك اخويا في المشوار ديالك. هادشي اللي كاين يا راس لافوكا راك انت اللي كاين.